السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ احنا اخر مرة كنا وقفنا لحد الجزء الاولاني في ليسون 1 ان يونت 2 اللي هو الميرورز، خلصنا مع بعض لحد البلين ميرور. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الجزء الثاني من الليسون اللي هو سفيريكال ميرور. هي ايه السفيريكال ميرورز دي وايه الفرق بينها وبين البلين ميرور؟ بسرعة كده تعالى افكرك بالبلين ميرور. البلين ميرور دي احنا كنا بنقول ان هي عبارة عن جلاس معمول له بينتد فروم بيهايند، اي جزء من الاثنين. يعني انا معايا حتة جلاس، هتفرق معايا دي هنا من اي جزء؟ مش هتفرق، هي في الاخر هتبقى وان تايب. طب هي ايه بقى السفيريكال ميرور؟ السفيريكال ميرور دي كأنها هولو سفير، كأنها زي كورة كده مجوفة، كورة مصنوعة من جلاس، انت خدت منها جزء هتحتار تدهن اي جزء فيهم. ليه هتفرق؟ هيفرق. لو انا دهنت الانر بارت اصبح الريفلكتنج سيرفيس بتاعتي الاوتر بارت. طب لو دهنت الاوتر بارت يعني دهنتها من بره، يبقى كده اصبح الريفلكتنج سيرفيس بتاعتي الانر بارت. عشان كده بنقول الاول السفيريكال ميرور عباره عن ايه؟ ريفلكتنج سيرفيس ا بارت اوف هول سفير. بناء بقى انت عملت بنت لاني جزء الانر او الاوتر، وبناء ان الريفلكتنج سيرفيس هيبقى اني جزء الانر ولا الاوتر، هيعمل لك نوعين من السفيريكال ميرور. ايه هما بقى النوعين؟ كونكيف وكونفكس. لو كانت الريفلكتنج سيرفيس بتاعتك هي الانر بارت، في الحاله دي بنسميها كونكيف. لو كانت الاوتر سيرفيس هي الريفلكتنج سيرفيس، في الحاله دي بنسميها ايه؟ كونفكس. ابسط اكزامبل يفهمك الكلام ده هي السبون، المعلقه بتاعتك اللي بتاكل بيها الرز او بتاكل بيها المكرونه. الجزء اللي بيشيل الرز او المكرونه اللي هو الجزء اللي جوه دي كده كونكيف، الجزء اللي بره دي بنسميها ايه؟ كونفكس. طيب كلمه كونكيف هتلاقي فيها ايه؟ كيف. يعني لما بتدخل المسجد كده او بتدخل مكان كده زي كيف، بيبقى ده اللي انت شايفها من جوه، يبقى ده اعمل حسابك كده كونكيف الانر. كونكيف يبقى الانر هو الريفلكتنج سيرفيس، انما كونفكس افتكرها برضو بكلمه اكسترنال. اكسترنال يعني اللي بره، يبقى الاكس زي الاكس كونفكس، الاكسترنال هو الريفلكتنج سيرفيس. طيب قالوا لنا ان الكونكيف دي اسمها كونفرجنج. ليه اسمها كونفرجنج؟ عشان بتعمل كولكت لللايت. بص كده اللايت جاي على الميرور اهي، بص الجزء الريفلكتنج هو الانر بارت اهو، والشرب دي معناه ان ده المكان المعمول له بنت، يبقى هنا البنت ده اهو، والريفلكتنج سيرفيس فروم ايه؟ فروم انر. اللايت جه على الميرور بيعمل ريفلكت فين؟ في بوينت معينه هنعرف اسمها بعد شويه. يبقى ده كده بتعمل كولكت، عشان كده اسمها ايه؟ كونفرجنج. فلما اجي اقول لك جيف ريزون هي ليه الكونكيف اسمها كونفرجنج ميرور، هتقول لي بيكوز اتس كولكت ايه؟ اللايت. طب العكس، بص الثانيه بقى كده، اللايت جاي كده على الميرور، ده ما اتجمعش، ده عملت له ايه؟ سكاترنج. ادي اللايت كله جاي اهو، بتعمل له ايه؟ سكاترنج، بتفرقه، عشان كده اسمها ايه؟ دايفرج. برضه سؤال جيف ريزون، هي ليه اسمها دايفرج؟ عشان هي بتعمل سكاترنج الايه؟ لللايت. ده كده بالنسبه للنوعين بتوعنا. يبقى ده كده بالنسبه للكونكيف والكونفكس. الرسمه اللي جايه دي هتفهمك اكتر لو احنا بنتكلم على الديفينيشن، لان احنا عندنا في الجزء ده كم ديفينيشن بنطلعه من خلال الرسومات. يعني احنا عندنا الديفينيشن اللي هي خاصه بالسفيريكال ميرور، الرسمه اللي جايه دي هتفهمك هي ايه السفيريكال ميرور، وفي نفس الوقت هتفهمنا اول ديفينيشن من الديفينيشنز اللي موجوده عندنا. تعال بص كده، احنا اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من الميرور اهي، دي الكونكيف ودي الكونفكس. الكونكيف الانر بارت اهي هي الريفلكتنج سيرفيس، انا واخدها من هولو سفير، وده هولو سفير تاني اهو واخد الجزء ده. الاكسترنال بارت او الاوتر بارت هو الايه؟ الريفلكتنج سيرفيس. طيب تمام، طالما واخدها من هولو سفير يبقى اكيد ليها ايه؟ سنتر اهي. السنتر ده هو مين؟ السنتر بتاع الميرور. السنتر بتاع الميرور هو السنتر بتاع مين؟ بتاع السفير. فلما اجي اقول لك هو ايه السنتر اوف ميرور كيرفيتشر، هتقول لي هو السنتر بتاع السفير، او السنتر بتاع السفير اللي احنا واخدين منه مين؟ الميرور. يبقى ده معناه السنتر اوف السفير فروم ايه؟ ويتش ذا ميرور واز كات. يبقى ده السنتر بتاع السفير اللي احنا واخدين منه ايه؟ الميرور. يبقى اما اجي اقول لك هو ايه السنتر اوف ميرور، هتقول لي هو السنتر بتاع السفير اللي احنا واخدين منه الميرور. طيب هو ايه الفرق بين السنتر ده والسنتر ده؟ لو انت ركزت هتلاقي ان السنتر بتاع الكونكيف ميرور ان فرونت اوف ريفليكتنج سيرفيس، بس هنا
ده جاي behind the reflecting surface، يبقى in front of reflecting surface in concave mirror، while behind the reflecting surface في حالة مين؟ الconvex mirror. بعد كده أول definition عندنا اللي هو ال center of mirror. طيب إيه تاني؟ قال لنا ده إحنا عندنا هنا في كل reflecting surface النقطة لو خدت بالك هنا في P وهنا في P زيها أهي. كل reflecting surface بيبقى فيه بوينت في النص بالظبط كده بتاع reflecting surface، البوينت دي بيبقى اسمها بول اوف ميرور. هي ايه البول اوف ميرور؟ بوينت اوف ميدل اوف reflecting surface، بوينت بتبقى موجوده ان ذا ميدل اوف reflecting surface. جميل، يبقى احنا كده خدنا تو ديفينيشن. عندنا ايه تاني؟ ركز كده يا مستر. طب ما هو انت وريتني ايه جديد؟ لا خلي بالك انا هنا السي لحد البي انا حاطط لك فيها ار. هي ايه الار دي؟ الريديوس. الريديوس بتاع مين؟ بتاع الميرور. هو الريديوس بتاع الميرور هو ده بس؟ لا، اي بوينت من السنتر لحد الريفلكتنج سيرفيس دي بنسميها ايه؟ بنسميها ريديوس. يبقى وليها ديفينيشن ثانيه، الريديوس اوف سفير. ما هو الريديوس بتاع الميرور هو الريديوس بتاع السفير. اتفقنا ان هو ده بس؟ لا، بص كده اهو اهو، ممكن يبقى جاي اي بوينت من السنتر لحد الريفلكتنج سيرفيس ده اسمه ايه؟ ريديوس. طيب ركز بقى في اللي جاي. انا قصدت ان انا احط لك الاثنين قدام بعض عشان تفرق بين الريديوس وتفرق بين الستريت لاين. قبل ما اقول اللي هو مكتوب قدامك ده اللي هو البرنسبل اكس، قبل ما اتكلم عليه خلي بالك احنا هنا قلنا ايه؟ ديستانس. ركز كده، انا قلت ايه؟ ديستانس من السنتر لاي بوينت على الريفلكتنج سيرفيس، اني بوينت ان ريفلكتنج سيرفيس. انما هنا خلي بالك البرنسبل اكس ده احنا بنقول ستريت لاين مش ديستانس بقى، ستريت لاين. ماله بقى الستريت لاين ده؟ الستريت لاين ده يبقى بتوين السنتر ومين؟ والبول. يعني اي ستريت لاين يعني هيقف لحد السنتر؟ لا ده مكمل، ده ممكن يكمل كده حتى ورا المرايه عادي يكمل كده. ده كده بنسميه برنسبل اكس. عشان كده ليه اختصار اللي احنا بنقول عليه سي بي. يعني ايه سي بي؟ يعني لازم أن يكون الستريت لاين هيمر بالبي ويمر بمين؟ بالسي. انما هنا يا مستر طب ما هنا مار. لا بس وقف، يعني الديستانس من هنا لحد هنا لو انا كملته كده بقى برنسبل اكس. وصلت؟ يبقى الريديوس من السنتر لاي بوينت حتى لو كانت البي كملته ستريت لاين يبقى اسمه ايه؟ برنسبل اكس. يبقى الفرق اللي بين الريديوس والبرنسبل اكس عشان تفرق دي ديستانس من السنتر لاي بوينت، انما دي ستريت لاين لازم يكون واصل يعدي بالسنتر وايه؟ والبول. ده كده الديفينيشن الرابع عندنا خلصناه. نيجي بعد كده للجزء ده، احنا اللي خدناه المره اللي فاتت كان البرنسبل اكس. طب ركز بقى في اللاين ده كده، ده كده معدي بالسنتر واي بوينت سنتر واي بوينت ده بنسميه سكندري اكس. ايه بقى الفرق؟ بركز بقى الفرق بين الثلاثه دول عشان دول اكتر ثلاثه الناس بتلخبط فيه. الريديوس اللي لسه قايله من شويه من السنتر لاي بوينت من السنتر اخره لحد السنتر ديستانس. قلت ستريت لاين يبقى خلاص ستريت لاين يا اما يبقى برنسبل يا اما يبقى سكندري. البرنسبل لازم هيعدي بالسي والبي. طب هيعدي بالسي واي بوينت ثانيه يبقى ده اسمه سكندري اكس. يبقى ستريت لاين باسنج فروم سنتر واي بوينت على الريفلكتنج سيرفيس ما عدا مين؟ ما عدا البول، لان هو لو عدى بالبول هيبقى برنسبل اكس. ايه ده؟ من الكلام اللي انا لسه قايله ده معناه ان انا ما عنديش غير كام برنسبل اكس؟ ما عنديش غير هو واحد برنس. اهو برنس، افتكر ان هو برنس واحد، انما سكندري سكند ده الثاني، ممكن يبقى فيه 500,000 واحد عادي. تمام؟ انما البرنسبل ده البرنسبل هو برنس هو واحد، انما السكندري هو السكندري هو سكند، افتكر كده الاول. لا هو الاول ده التوب مفيش غيره واحد بس. انما انا عندي كذا ايه اهي، خد بالك في نوت اهي، البرنسبل اكس هاز ايه؟ البرنسبل السفيريكال ميرور عنده انكاونتبل نمبر من مين؟ من السكند بس. عندي كام برنس؟ اونلي 1، ما عنديش غير واحد بس. ده كده بالنسبه للسكندري اكس. طيب عندنا ايه تاني؟ بص بقى معايا كده في الرسمتين دول. ها مين يقول لي دي كده ايه؟ ريفلكتنج سيرفيس من بره تبقى، برافو عليكم، تبقى كونفكس. هنا الريفلكتنج سيرفيس من الانر تبقى كونكيف. جميل. طب قبل ما اقول انا بتكلم عن ايه ركز كده. هنا احنا اتفقنا ان دي كونكيف يعني بتعمل ايه؟ كولكت اللايت. بص اللايت كله جاي كده اهو، كله بيتجمع في نقطه واحده. هنا اللايت كده ده بتعمل له دايفيرج. هنا البوينت اللي بتتجمع فيها دي اسمها فوكس.
يبقى البوينت اللي اللايت بتتجمع فيها اسمها ايه؟ فوكس. طب يا مستر، طب ما هنا ما اتجمعتش، امال ايه ايه الفوكس اللي موجوده هنا؟ الفوكس دي نتيجه الاكستنشنز بتاعت الايه؟ اللايت ريفليكشن. بص، هو جمع الاكستنشنز بتاعت اللايت ريفليكشن كلها فاتجمعت في بوينت واحده برضه اسمها ايه؟ اسمها فوكس. يبقى الفوكس دي عباره عن ايه؟ البوينت اللي الريفليكتد راي بيحصل لها كولكتد، الريفليكتد راي نفسها كولكتد، يبقى دي في الكونكيف. انما لو الاكستنشن زي اللي هيحصل لها كولكتد يبقى دي فين؟ في الكونفكس. اقول من الاول، الفوكس معناها البوينت اللي اللايت ريفليكتد هتتجمع فيها. لو اللايت ريفليكتد نفسها هي اللي هتتجمع زي الحاله اللي قدامكم دي، يبقى دي اسمها ايه؟ دي كده في الكونكيف، دي كده اللايت ريفليكتد. انما هنا اللايت ريفليكتد ما بتتجمعش، انما مين اللي بيتجمع؟ الاكستنشنز بتاعتها دي في حاله الكونفكس. الفوكس في حاله الكونكيف دي بنسميها ريل فوكس. دي بنسميها ايه؟ ريل فوكس. يبقى الريل دي في حاله الكونكيف لان هي بتبقى نتيجه ايه؟ نتيجه ان هي بتتجمع نتيجه اللايت ريفليكشن نفسها، ودي نقدر نستقبلها على سكرين. انما دي لا، ده دي اسمها فيرتشوال فوكس، فدي بتبقى في حاله الكونفكس ودي بتعمل لي فيرتشوال ايمج ودي بتعمل لي ريل ايمج. عشان كده قلنا الايمج دي كان ريسيف اون سكرين، انما دي كانت ريسيف اون سكرين. اظن كده واضحه والرسمتين باينين لك ايه الدنيا. كده احنا خلاص عرفنا الفوكس. نيجي بقى لاهم ديفينيشن واللي دايما بيجي في اللي تشوز وبيجي في البروبلمز، اللي هي حاجه اسمها فوكال لينس. هي ايه الفوكال لينس؟ ركز بقى معايا في الرسمه دي كويس جدا. دي الفوكس، انا عندي طبعا هنا البوينت الموجوده في نص الريفلكتنج سيرفيس قلنا اسمها ايه؟ بول، ودي فوكس ودي سنتر. تمام قوي كده، جميل. قال لنا ايه الفوكال لينس؟ بص انا عم بشاور من فين لفين؟ بشاور من الفوكس للبول، يبقى ده الديفينيشن. يبقى الديستنس بتوين فوكس اند بول اوف، مش شرط كونكيف، بول اوف ميرور سواء كانت كونكيف او كونفكس. تمام كده، بس انا كتبت كونكيف مش مشكله، على اساس ان احنا شغلنا كله هيبقى على كونكيف، بس برضه هو الديفينيشن فين؟ في الكونفكس. جميل. طيب هو الفوكس دي مكانها بيبقى فين بالظبط؟ قال لنا ان الفوكس دي خد بالك دي في النص بالظبط بتوين البول وايه؟ والسنتر. يعني انا لو جيت قلت لك المسافه من البول للفوكس 2 سنتيمتر، يبقى دي معناها من الفوكس للسنتر كام؟ 2 سنتيمتر زيها. تمام، يبقى ده معناه ان السنتر قد ايه بالنسبه للفوكال لينس دي؟ دبل. يبقى ده معناه ان الريديوس قد ايه بالنسبه للفوكال لينس؟ دبل، توايس الفوكال لينس. تمام، يعني انا جيت قلت لك مثلا الفوكال لينس المسافه دي 10، يبقى الريديوس قد ايه؟ تقول لي 20. لو جيت قلت لك الفوكال لينس 5، يبقى دي قد ايه؟ 10. طب لو انا عكست، جيت قلت لك السنتر او الريديوس بتاعتك 20، يبقى دي معناها ان الفوكال لينس 10. طبعا اهي مكاتبها لك ان الريديوس بتعمل 2 ملتبلاي الفوكال لينس. طب لو انا عايز الفوكال بتعمل هاف الريديوس، نص الريديوس، ودي بتيجي كتير جدا في البروبلمز. من التركات اللي بتيجي في الجزء ده، خلي بالك ان الريديوس ده نص الدايمتر. يعني كنا كتبناها في نوت في ليسون 3 في يونت 1، لما كنا بنقول الدايمتر دبل الريديوس، خدناها قبل كده في الليسون بتاع السكيلر والفيكتور، كنا بنقول الدايمتر دبل الريديوس، لان دي برضو بتيجي في اللي تشوز، اما في المسائل هتبان اكتر. تمام، ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للديفينيشن. نيجي بقى لازاي نرسم وازاي الدايركشن بتاعت الباسز بتاعت اللايت ريفليكتد بتمشي ازاي. انا عندي 3 كيسز بيجوا في الوات هابنس وبيجوا في اللي تشوز وبنستخدمهم في الرسومات. عندي 3 كيسز، تعال نشوف ايه هم. الكيس الاولانيه بيقول لك لو كانت الانسيدنت لايت راي اللي انا بشاور عليها دي جايه بارل للبرنسبال اكس، يحصل لها ايه؟ تعمل ريفليكت باسنج ثرو ذا فوكس. تاني، لو كانت اللايت راي اللي هو الانسيدنت لايت راي ده ماشي بارل للبرنسبال اكس، خليك معايا من الماوس كده عشان تشوف انا بشاور على ايه. اهو ده كده الانسيدنت لايت راي جاي بارل للبرنسبال اكس ده، يعمل ايه؟ يعمل ريفليكت باسنج ثرو ذا فوكس. دي بتيجي وات هابنز، بيقول لك وات هابنز اف ذا انسيدنت لايت راي باسنج
parallel to the principal axis هتقول له it will reflect passing through the focus. It will passing through the focus يعمل reflect passing through the focus. والعكس يعني ايه والعكس؟ طب لو كان الانسيدنت لايت ري هو اللي جاي باسنج ثرو ذا فوكس يعمل ريفليكت بارلل تو ذا برنسبل اكس، يعني التو كيسز دول اوبوزيت عكس بعض، بارلل يعمل ريفليكت باسنج ثرو فوكس، عاد دبل فوكس يعمل ايه ريفليكت باسنج ثرو ذا برنسبل اكس. معايا لحد هنا كده؟ جميل. طب لو كان معدي بالسنتر يعمل ايه؟ يعمل ريفليكت اون اتسلف. ليه بيعمل ريفليكت اون اتسيلف؟ عشان ساعتها تبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوال الانجل اوف ريفليكشن ايكوال ايه؟ زيرو. يبقى لو معدي بالسنتر هيعمل ريفليكت اون اتسيلف فيرجع ايه؟ يرجع على نفسه فتبقى الاثنين الانجل اوف انسيدنس والانجل اوف ريفليكشن ايكوال زيرو. طيب انا هوري لكم الكيسز كلها وبعد ما نشوف الكيسز كلها هرسم لكم حاله واحده وهم كلهم بيترسموا بنفس الطريقه. تعال نشوف كده ده الكيسز نفسها. اول حاله دي كده لوحدها دي يعني ما بتجيش كتير بس لازم تبقوا عارفينها. بيقول لي لو كان الاوبجكت مكانه بعيد جدا زي الصن مثلا، يعني ده كده البوزيشن بتاع الاوبجكت جاي بعيد جدا، تمام؟ هتبص تلاقي اهي كل مرسم كذا بارل. طب يا مستر، طب البرنسبل اكس ده بص كده ايه ده عامل ريفليكت اون سيلف عشان معدي بمين؟ بالسنتر. لاحظ كده، ده كده ماشي عدى بالفوكس، ده كده ماشي عدى بالفوكس، ده بقى البرنسبل اكس في لايت جاي ماشي اهو على البرنسبل اكس معدي بالسنتر فعمل ريفليكت ايه؟ اون اتسيلف. والاثنين دول كلهم اتجمعوا فين؟ في الفوكس. يبقى لو كان البوزيشن بتاع الاوبجكت بعيد جدا ايه اللي هيحصل؟ هي كلهم يعملوا ريفليكت باسنج ثرو ذا فوكس فيتجمعوا فين؟ في الفوكس. هما لما اتجمعوا في الفوكس انت شايف ايه اللي ظهر قدامك؟ طالما حط في دماغك كده الايمج قدام الريفليكتنج سيرفيس تبقى ريل. الايمج قدام الريفليكتنج سيرفيس تبقى ايه؟ ريل. لو بيهايند ذا ريفليكتنج سيرفيس تبقى فيرتشوال. تاني، الايمج قدام الريفليكتنج سيرفيس تبقى ريل، بيهايند الريفليكتنج سيرفيس تبقى فيرتشوال. انت مش محتاج تحفظ، انت محتاج تشوف الايمج بتاعتك ظهرت فين. قدام الريفليكتنج سيرفيس تبقى ريل، بيهايند ذا ريفليكتنج سيرفيس تبقى فيرتشوال. جميل. ولو قلت ريل خلاص الزق فيها كلمه انفيرتد. ريل تقول انفيرتد، طالما قلت ريل تقول انفيرت. طبعا الحاله اللي قدامنا دي عشان فيري تايني مش هنقدر نقول لا انفيرتد ولا هنقدر نقول ايه ابرايت، هنقول فيري تايني اللي هي بتبقى عباره عن نقطه. بس انا بتكلم في اللي جاي، قلت ريل تبقى انفيرتد، لو قلت فيرتشوال لازم تقول ابرايت. كلمتين كل كلمه بتحدد لك الثانيه. يعني انت تاني الايمج قدام الريفليكتنج سيرفيس ريل، الايمج قدام الريفليكتنج سيرفيس تبقى ريل، بيهايند ذا ريفليكتنج سيرفيس تبقى فيرتشوال. جميل. قلت ريل تقول انفيرتد، قلت ريل تقول انفيرتد، قلت فيرتشوال تقول ابرايت. دي كده الحاله الاولى. نيجي الحالات الثانيه بقى. الحالات الثانيه يا باشا زي ما انت شايف كلها اهي بتعتمد على البوزيشن بتاع الاوبجكت، بتعتمد على ايه؟ البوزيشن اوف اوبجكت. تمام؟ لو كان الاوبجكت بعيد، انا هفترض الاوبجكت ده اي حاجه، الاوبجكت ده ممكن يبقى نخله، ممكن تبقى انت شخص، احنا هنقول شخص عشان ايه تفتكرها. هو الشخص ده ليه كام عين؟ اي شخص طبيعي في الدنيا بيبقى ليه عينين، يعني ده معناه ان انت اي اوبجكت هترسمه هتطلع لي منه سهمين. تاني، احنا الاوبجكت البوزيشن بتاعه بيتغير، البوزيشن بتاعه بيتغير، فمن الطبيعي الايمج بتاعته هتتغير. فاي اوبجكت، اي اوبجكت هفترض ان هو شخص ليه عينين، طالما ليه عينين عشان تفتكرها بس يبقى هيطلع منه سهمين. تعال نشوف. انا طبعا هرسمها لكم، هنشرح الحالات كلها بعد كده هرسم لكم واحده عشان تشوفوا ايه بتترسم ازاي. لو كان الاوبجكت بعيد، بعيد يعني ده احنا بنقيس منين؟ بنقيس من عند الميرور اهي، من عند الميرور. دي البول وادي الفوكس وادي السنتر، فهو بعيد بعيد من اسم الميرور يعني بعد السنتر. فدي بنقولها ازاي؟ ان السنتر دي خلاص احنا عرفنا ان السنتر ده اللي هي الريديوس بتبقى ايه؟ دبل الفوكال لينس. فممكن نقول ان الديستنس بتاعته مور ذان الريديوس، او ممكن نقول ايه؟ لارجر ذان دبل اوف فوكال لينس. ده البوزيشن بتاع الاوبجكت. طب لو الاوبجكت في المكان ده هيطلع من ادي السهم الاولاني هيعدي بالفوكس، وادي السهم الثاني عدى بالفوكس فرجع ايه؟ بارلل. الاولاني كان ماشي بارلل عمل ريفليكت باسنج ثرو فوكس، الثاني عدى بالفوكس رجع ايه؟ رجع بارلل.
جميل، اتجمعوا بوينت، البوينت دي هي الايمج بتاعتي. هي الايمج اتجمعت فين؟ ان فرونت اوف ريفلكتنج سيرفيس، تبقى ريل، وطالما ريل تبقى انفرتد. طيب قارن بين الاثنين، هي دي بالنسبه للاوبجكت اصغر ولا اكبر؟ اصغر، بص كده ريل انفرتد سمولر ذان ذا اوبجكت. تمام كده، وصلت كلهم كده. البوزيشن بتاع الاوبجكت هو اللي بيحدد لك الايمج، يعني انت كل الشغلانه ان انت تحدد البوزيشن، كل شغلانتك حددت البوزيشن. الرسومات كلها واحده، كلها نفس الطريقه ما عدا اخر حاله دي ليها طريقه مختلفه، هوريها لكم برده ازاي بتترسم. يعني انا هرسم لكم واحده من الثلاثه اللي فوق دول، هم دول كده هرسم منهم واحده لانهم كلهم نفس الطريقه، وانت عن طريق الرسم انت اللي هتحدد ايه البوزيشن بتاع الايه الايمج، وتحدد البروبرتيز بتاعته، يعني مش هتحفظها، انت كل اللي عليك تحدد البوزيشن بتاع الاوبجكت. البوزيشن بتاع الاوبجكت يجي يقول لك ان هو زي ما قايل لك انا ديستانس لارجر ذان دبل اوف فوكال لينس، او ان هو الديستانس مور ذان ريدس، اظن الكلام واضح. ممكن يقول لك على السنتر بالظبط اهو دبل ايكوال دبل فوكال لينس، او بتوين السنتر والفوكس زي ده كده، ده الاوبجكت بتاعنا اللي هو بيبقى الديستانس بتاعته سمولر ذان سمولر ذان الريديوس وملا واكبر من الفوكال لينس. تمام، وهنا طبعا على مسافه اصغر من الفوكال لينس، يعني قبل الفوكس. ده كده الكيسز بتاعتنا. طيب تعال نشوف بقى الرسومات بترسم ازاي، ركز معايا قوي قوي قوي. جاهز مسطرتك اللي احنا اتفقنا ان احنا من المره اللي فاتت لازم تكون مجهزه. اول حاجه بترسمها، خلي بالك احنا رسمناها كله كونكيف، رسمناها كله ايه كونكيف. اول حاجه هترسمها هترسم لي الميرور معايا كده شباب. اول حاجه هترسمها هترسم لي ايه الميرور. بعد كده بتيجي في نص الريفلكتنج سيرفيس بتروح عامل لي البول، ادي النقطه اهي في نص الريفلكتنج سيرفيس اللي هي مين؟ البول. تمام كده، يبقى اول حاجه بترسمها بترسم ايه الميرور. تاني اهو الميرور بالمسطره بتاعتك، ويكون رسمنا كله كونكيف، يعني لازم تعمل لي الشرط دي كده من بره عشان يبقى الريفلكتنج سيرفيس الانر بارت، وبعد كده في نص الريفلكتنج سيرفيس تحط لي مين؟ البول. بعد كده تروح راسم لي مين؟ البرنسبال اكس، اعمل ستريت لاين كده من البول على ستريت لاين كده طويل. تروح راسم لي مين بعد كده؟ هتقيس لي من عند البول مثلا لحد هنا كده، تقول لي مثلا 2 او 3 سنتيمتر، ودي الفوكس. اس دي 2 يبقى الحته دي زيها 2، دي 3 تبقى دي زيها ايه؟ 3 اللي هي مين؟ السنتر، لان احنا اتفقنا ان السنتر دي اللي هي دبل اوف فوكال ايه؟ لينس، دبل اوف فوكال لينس، دي 2 تبقى دي 2، دي 3 تبقى دي ايه؟ 3. معايا لحد هنا كده؟ جميل. وبعد كده هنحط الاوبجكت. الاوبجكت بقى في اي مكان انت عايزه، عايز تحط الاوبجكت هنا، عايز تحطه هنا، عايز تحطه على السنتر براحتك. اتفقنا ان الاوبجكت ده ليه كام عين؟ ليه عينين. العين الاولانيه بيبص بارلل كده، جاي بارلل كده للبرنسبال اكس اهو، فيعمل ريفلكت باسنج ثرو ايه؟ فوكس. جميل، ادي الاول. ثاني اهو جاي ايه؟ بارلل، بص كده جاي بارلل اهو، يعدي بمين؟ يعدي بالفوكس. جميل. العين الثانيه بقى العكس، يعدي بالفوكس فيرجع ايه؟ بارلل. يعدي بالفوكس فيرجع ايه؟ بارلل. جميل كده؟ جميل. المكان اللي اتجمع فيه الاثنين ده مكان مين؟ الاكستنشنز بتاعتنا اللي هي دي، فده كده المكان اللي اتجمعت فيه اللايت ريفلكت، ده مكان الايمج بتاعتنا. قول لي بقى انت البروبرتي كده قدام الريفلكتنج سيرفيس تبقى ريل. ريل، وطالما ريل تبقى انفرتد. قارن لي بين الاثنين، ده هو ده اكبر ولا اصغر اللي ظهر عندي؟ ده اصغر، يبقى سمولر ذان ذا اوبجكت. تمام. طبعا الحالات كلها بقى زي بعض اللي هم اول ثلاث حالات. هرسم لكم الحاله الاخيره اللي هي الحاله الفيرتشوال، لان دي برده ايه من الحالات الرخمه شويه. لما تيجي ترسمها خلي بالك، لما جيت حطيت الميرور انا حطيتها في اول الصفحه، لا ده انت هنا بقى تعمل حسابك ان انت الميرور هتجيبها على جنب شويه كده عشان الايمج هتظهر بيهايند ذا ريفلكتنج سيرفيس. وبنفس الخطوات ترسم لي البول وتعمل لي البرنسبال اكس. خلي بالك شوف البرنسبال اكس انا عملته ازاي، طوله كده. بعد كده تروح راسم لي الفوكس. تمام، وبعد كده تروح راسم لي السنتر. هنا بقى الاوبجكت بص مكانه فين؟ قبل الفوكس على الديستانس بتاعت الفوكال لينس، بس بنفس الطريقه. الريل الاولاني هيمشي بره للبرنسبال اكس بيعدي بمين؟ بالفوكس. الريل الثاني خلي بالك هو هيجي على الميرور، بس انا طبعا هرسمه لك هنا مره واحده. هيجي على الميرور،
فلما جه على الميرور هيروح المفروض عامل ريفليكت اون اتسيلف، فيروح معدي بالسنتر. يعني انت لما تيجي ترسمه هتظبط ايدك الميرور والاوبجكت والسنتر مع بعض بالشكل ده كده، تظبط ايدك كده اهو، الميرور مع الاوبجكت مع السنتر تظبطهم مع بعض. ايه ده، دول ما تقابلوش، دول بيبعدوا، ده بالعكس، ده بص كده كل ما كده بيبعدوا. طب دي هتتعمل ازاي؟ بتروح عامل الاكستنشنز بتاعت اللايت ريفليكت للاثنين، ادي الاولاني وادي الثاني، بص كده تاني، بص الاكستنشنز بتاع ده والاكستنشنز بتاع ده، الاثنين اتجمعوا في بوينت واحده، اللي هي البوينت اللي اتجمعوا فيها دي الايمج بتاعتي. ها هنا بقى الايمج فين؟ in front of reflecting ولا behind؟ behind. يبقى دي ايه؟ يبقى دي virtual. وطالما virtual يبقى انا رسمه ايه؟ upright. وطالما virtual upright، طب هو بالنسبة للobject كبير ولا صغير؟ ده هنا magnified، ده هنا larger than the object. يبقى ده كده بالنسبة للرسومات. الconvex mirror بقى ما فيهاش غير هي حالة واحدة، والرسمة بتاعتها مش موجودة علينا، فبالنسبة لنا ما عندناش اي مشكلة. بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكونفكس. الكونفكس كل حالاتها الايمج بتاعتها بتبقى سمولر زان، وبتبقى برايت، وبتبقى فيرشوال، ما لهاش رسم، هي الحاله بتاعتها هي عندها حاجة. كل حالات بتظهر كده. اخر حاجه اليوزز بالنسبه للكونفكس، الكونفكس والكونكيف. الكونكيف اي حاجه لها علاقه باللايت، اي حاجه لها علاقه باللايت دي افتكر ان بنستخدمها في السولار اوفن اند سولار فورنز، بتستخدمها في الميكروويف وفي السبوتات، في بيسموها في مثلا التورش بتاعه الكار، في الماء، في اللي هي بتاعه البيوت، الايربورتس جايد، في اللي هي الحاجات اللي بتبقى موجوده في الابراج بتاع اللي هي زي ارشاد للطيارات والكلام ده. اي حاجه لها علاقه باللايت اعرف ان دي كده ايه؟ كونكيف ميرور. الكونفكس ميرور دول بيستخدموها في البسايد ذكار، المرايات اللي في الجنب كده، لو انت قاعد جنب بابا او ماما هتلاقي مكتوب عليها كده ان الابعاد اللي موجوده مش عارف ايه غير حقيقيه، مكتوب على حاجه زي كده. زمان قبل الكاميرات وقبل الكلام ده كانوا بيستخدموها كانت سيف، يعني كان ايه زي الكاميرات، يحط في كل مكان مرايه، وفي الجراجات ممكن تبص تلاقي حاطين لحد دلوقتي. بيستخدموها في اهي في الباركينج وفي الحاجات اللي زي كده، بيستخدموا ايه؟ كونفكس. طبعا الريل ايمج والفيرتشوال ايمج احنا شرحناهم واحنا بنتكلم على الليسون، واحنا بنتكلم في الليسون. الريل ايمج هتلاقي ان هي دايما بتيجي نتيجه الانترسكشن بتوين ايه؟ اللايت ريفليكشن نفسها، وبتبقى دايما ان فرونت اوف ريفليكتنج سيرفيس، ودايما ايه كان نقدر نقول عليها كان ريسيف اون سكرين. وعكسها مين؟ الفيرتشوال. الفيرتشوال بتبقى مش نتيجه الانترسكشن بتاعه اللايت ريفلكت، بتبقى نتيجه الانترسكشن بتاعه الاكستنشنز اوف لايت ريفلكت، وبنقول عليها كانت بي ريسيف اون سكرين. وخلي بالك طالما فيرتشوال قلنا لازم تبقى ايه؟ ابرايت، وطالما ريل لازم تبقى انفيرتد. بكده يبقى احنا خلصنا الليسون كله. اهم جزء في الليسون ده الرسم، لازم تدرب نفسك على الرسم كويس جدا جدا. مفيش حاجه اسمها ترسم بايدك، مفيش حاجه اسمها تعمل المقاسات من غير ما تقيس. مع الوقت هتلاقي نفسك بترسم كويس، يعني لازم تدرب نفسك، لان الرسم من الحاجات الاساسيه اللي موجوده في المنهج وسؤال اساسي في الامتحان. اشوف وشكم بخير ان شاء الله في المره الجايه باذن الله.